يأتي إنسان ويقول نحتاج إلى معلمة تعلم البنات، نحتاج إلى طبيبة تداوي النساء. قاعدة: كل ما كان فيه حفظ للأعراض يجب إيجاده، يجب من الدولة من الجهات المسؤولة إيجاده. الآن من أعراف الناس أن المرأة إذا أرادت أن تتزوج تذهب إلى صالون النساء للتزيين، إذن يجب أن يكون هناك نساء تزين هذه العروس، ولا يجوز أن نجعل الرجال يزينون العروس. الآن نحتاج إلى الأوراق كالهوية والسفر وإلى ما يتبع ذلك إلى صور، يجب إيجاد مصورة تصور النساء. فكل ما كان فيه حفظ للأعراض يجب إيجاده، وعلى ذلك فقس أي شيء يكون فيه يكون وسيلة يحفظ نحفظ به أعراضنا من الفتن من الرجال، يجب علينا إيجاده في المجتمع بضوابط مدارس جامعات دون الاختلاط.